ظروف ريسينج يا سيداتي والسادة. أيها الحفل الكريم ينطلق الشوط الخامس من هذه الأمسية للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ، الدرجة الخامسة مسافة 1700 متر، انطلاقة 7 جيات في هذا الشوط، انطلاقة مع الجواد رام 6، الجواد العقالي، محمد أحمد الهادري، جيفرسون سميث على المركز الأول ويتصدر هذا المشهد. ثانيا محاولة من قبل الجواد رام 1 مناكل لسيد سلمان العمادي، أرنود لوبين على المركز الثاني مع محمد الغزالي. ثالث المراكز لاحظ معي الجواد رام 5 يقود لسيد حمد سالم المري وصالح المري هو الخيال لهذا الجواد على المركز الثالث. رابعا أيضا محاولة من قبل الجواد رام 2 بنغازي نايف مسادة مربط الجسر ومحمد الغزالي لوكس دروزي على المركز الرابع. وخامسا محاولة أيضا من قبل الجواد رقم 3 ملهب المقدام لسيد عبد الله بن علي بن خليفة العطية. تأخر للجواد رقم 4 شينفا مع الجواد رقم 4 مطراش للسادة مربط العنود وكارلس هنريك على المركز الخامس. أيضا محاولة سادسا من قبل الجواد رقم 7 بطلة القادسية ومحمد حسن المطوي براني الأرفند على المركز السابع. عودة إلى المركز والصدارة مع الجواد رقم 6، الجواد رقم 6 اللي هو العقالي محمد أحمد الهادري وجيفرسون سميث على الصدارة وعلى المركز الأول. محاولة التقدم من قبل الجواد رقم 5 يقود لسيد حمد سالم المري وصالح المري على المركز الثاني. الخط المستقيم باتجاه خطين صدر والمركز الأول مع الجواد رقم 5 يقود لصالح سالم المري وحمد المري الآن مع صالح سالم المري على المركز الأول. أيضا محاولة الجواد رقم 2 بنغازي النايف لمربط الجسر ومحمد الغزالي من الخارج فعلا، لكن الصدارة لازالت مع الجواد رقم 7 الجواد رقم 6 العقار لمحمد أحمد الهادري على المركز الأول. محاولة من الخارج مع محمد الغزالي وبنغازي النايف، مربط الجسر الآن من الخارج والصدارة مع صالح المري، منافسة قوية فعلا، الجواد العقار من الداخل فعلا منافسة قوية، الصدارة مع الجواد رقم 6 العقار لمحمد أحمد الهادري. صدر والمركز الأول مع الجواد رقم 6 الجواد أنا قال لي محمد أحمد الهادري جيفرسون سميث، ألف مبروك. ثانيا مع الجواد رقم 2 الجواد بن غازي النايف لمربط الجسرة. ثالث المراكز مع الجواد رقم 5 الجواد يقود لسيد حمد سالم المري. رابعا مع الجواد رقم 4 مطراش للسادة مربط العنود. وخامسا مع الجواد رقم 3 منهب المقدام للسيد عبد الله بن علي العطية. ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط.